جاي يطلب سهره. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ والله ما انا عارفه مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه قصدك تقول يعني ان ساره وافقت عليه؟ بس يا منصور انا ما بقتش فاهماها من ساعه ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب ده اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكرة، فاكر اتمنى عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من اول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن غالي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟ مش هيحصل. طب ازاي؟ انا بقى حطيت له العقده في المنشار، قلت له ما فيش كلام في الموضوع ده غير لما تجيب امك تيجي تطلبها رسمي. طب افرض امه وافقت تيجي؟ لا يا منصور مش هيحصل، اللي زي دي ما تحبش تتجوز ابنها من اللي زينا. اهو ده اللي كنت خايفه منه. ماما سارة بنت كويسة. وأي بنت كويسة نروح نخطبها حتى لو ما تنفعكش؟ ليه ما تنفعنيش يا ماما؟ ليه؟ واحدة زي دي عايشة طول عمرها في الفقر والذل، هتعوز إيه من واحد زيك؟ لو حضرتك عرفتها كويس رأيك فيها هيتغير. مش هعرفها، ومش هديها فرصة تضحك عليا زي ما ضحكت عليك. على فكرة هي ما ضحكتش عليا، أنا حبيتها. ده بيتهيألك. حضرتك اللي بيتهيألك. بدليل إن أنا عمري ما جيت لك قبل كده وقلت لك أنا بحب أو عايز أتجوز. هعمل نفسي ما سمعتش لحد ما تفوق من الوهم اللي أنت فيه. ده مش وهم. مش وهم. وبعدين انا مش فاهم، مش انت كنت هتموتي عشان اتجوز؟ تتجوز واحده مناسبه ليك. ماما انا مش عايز اعمل اي حاجه من وراكي. ماما انت حاطه شرط ان وانا بتقدم تبقى انت معايا. لا والله كمان شرطين ان انا اروح معاك اخطبها. طب ايه رايك؟ مش رايحه ومش هحط ايدي في ايد ناس زي دول. ماما اسمعيني لو سمحتي. حاسب بقى ولا ماما ولا غيره شيخ. ما قلتليش يعني ان انت جاي النهارده. كنتش متاكد ان انا جاي، طلبت للشهاده في قضيه نعيم وكنت شايف ان هو مشوار بعيد قوي من سفاجه لحد هنا. وليه غيرت رايك؟ محامي نعيم جالي الاوتيل في سفاجه وعرض عليا 500,000 جنيه عشان اغير شهادتي. وهتعمل ايه؟ انا عملت خلاص، انا لسه جاي دلوقتي من المحكمه. شهدت في صفه؟ لا طبعا، شهدت باللي شفته. ما مش هيسيبك في حالك يا عيسى. عايزاني اخاف منه واغضب ربنا؟ ما انت ما كنتش ناوي تشهد من الاول. وانا لما عرفت انه عايزني اشهد زور صممت اجي واشهد بالحقيقه. وضيعت من ايدك 500,000 جنيه كانوا ممكن يحلوا لك كل مشاكلك. مشاكلك؟ كنا متعودين ان احنا بنقول مشاكلنا. مش فارقه بقى يا عيسى، يعني ما تمسكش في دي، المهم انك ضيعتهم وخلاص. كنت تفتكر ربنا كان هيبارك في المال الحرام؟ ده لو كانت حرام اصلا. وهي من امتى الشهاده الزور حلال؟ بص يا عيسى، نعيم كده كده هيطلع براءه بصرف النظر عن شهادتك. هو معاه محامي كبير وعارف هو بيعمل ايه. ده غير بقى ان مفيش اي دليل ان هو اللي قتل ناصر. ما كانش احتاج ان انا اغير شهادتي. يا خلاص يا عيسى، خلاص يا عيسى، انت راكب دماغك وبتفضل تجادل. نفسي اعرف ايه اللي حصل غيرك بالشكل ده. مش عارف، يمكن ما كنتش متخيلة ان انا هتعب قوي كده. عايز انا اسيب هناك؟ لا، انت ما صدقت لقيت شغل. طيب انا راجع بكره سفاجة، هقدم تقريري لمدير الاوتيل عن كل مخالفات الحسابات اللي طلب مني ان انا راجعها، واسيبه هو يتصرف معاهم بطريقته. ده لو ما كانش واحد منهم. خلاص يبقى بلغ صاحب الاوتيل نفسه. يا دي النور يا دي الهنا. ايه ده كله يا منصور؟ ده انا لو كنت اعرف انك جاي النهارده انا كنت عملت لك قد كده يجي 10 مرات. انا فعلا وحشني اكل الفراخ ده. ايه نفسك تكاكي ولا ايه؟ عيش. ما تعرفش سارة مالها؟ مالها؟
مش عارف، حاسس انها مخبيه عني حاجه كبيره. هو انا هعرف منين يعني؟ بابا. بلا بابا بلا ماما. بقول لك ايه، انت من ساعه ما سافرت وانا قافل على نفسي. مش مصدقك. بقول لك بص، من الاخر كده لو عايز تسال عن اي حاجه روح اسالها هي، لكن انا مستحيل اقع بلساني واقول انها مثلا. ايوه انها ايه؟ انها ايه؟ ايوه انت كنت هتقول انها ايه؟ انا قلت انها؟ انها يعني بصراحه يعني من ساعه ما سافرت يعني وانت مسافر. ايوه قول احمدك واشكرك يا رب التليفون ده جه في الوقت المناسب. الو يا منصور. منصور اوعى تكون وقعت بلسانك قدام عيسى وقلت له ان ياسر جيت وبصار. انت اتصلتي وانا بقع فعلا. الحمد لله انا لحقتك. انا مش عايزاهم يتخانقوا مع بعض وساره تعمد معاه اكتر. لعلمك ياسر ما جيش من ساعه ما قلت له هات امك. طبعا الست مش هتيجي، يبقى ليه بقى نعمل مشكلة على الفاضي؟ طيب. طمنيني. الجو عندك في البيت أخباره إيه؟ لسه برضه مكهرب؟ لسه مفيش حاجة اتصلحت. بس أنا عايزك تتكلم مع سلمى. خير في حاجة؟ متخانقة مع ياسر عشان بيهدد شريف إنه يمشيه من الشغل بسبب الفيديو اللي ماسكه على وليد، قامت هي سايبة الشغل. هو بقى اللي قالك الكلام ده؟ ياسر ما بيكلمنيش اصلا من ساعه ما رفضت اخطب البت دي. وقال ايه؟ اخته بتقول لي انه لو اتجوزها هيتصلح حاله. مش جايز يا حبيبتي، هما بيحبوا بعض. حب ايه؟ دي اكيد ضحكت عليه، المناظر دي عدت عليا كتير. لا حول ولا قوه الا بالله. انا خايف لحسن تخسري ابنك بسبب رفضك لجوازه ليها. انا فعلا هخسره لو اتجوزها. مين؟ انت مستني حد؟ لا انا طالب حاجات من السوبر ماركت. مالك قلقانه كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مناقشة الباحث في الرسالة اللي بيدعي انه مشارك فيها زوجته الباحثة مريم الرفاعي واللي سبق انها نالت درجة الماجستير عنها، تعلن لجنة المناقشة اولا انها انعقدت في ظروف استثنائية غير عادية بامر من المحكمة. بس احنا ناقشنا الرسالة بشكل عادل مع انها مسألة افتراضية. وثبت بإجماع الآراء ومما لا يدع مجال للشك أن الباحث يستحق درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الله أكبر! أول مرة أكسب قضية في حياتي يا جدعان! الله أكبر! مبروك يا دكتور! مبروك يا وسيم! مبروك يا شفت؟ أنا اللي كسبتك القضية! شفت؟ خلاص بقى مش لازم. دكتور وسيم شعورك ايه لما اثبتت حقك في الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انا كنت متأكد ان ربنا هينصفني. حضرتك جاوبت اسئلة فشلت صاحبة الرسالة اساسية ان هي ترد عليها. هو انا مش حابب ان انا اتكلم عن حد بصراحة. ما تجيبش سيرتي يا وسيم. انا ما بحبش الاضواء. انا لو بحب الاضواء كنت سبت خط بين السرايات وبقيت مشرف عام على الكومسرية في البلد. انا قلت مش هتكلم عن حد خالص. لا يا حبيبي اتكلم عني انا. انا المتر كمشوشي. انا اللي ساعدته هو يكسب القضية. دي اول قضية اكسبها في حياتي يا جدعان. انا المتر كمشوشي زميل كلية المحامين الملكيين في لندن، وقريب قوي هيبقى عندي مكتب وهديكوا عنوانه. اول قضية. خلاص منصور الفقي خبير كمسرة. خلاص انت رخر يا ساتر. ما بتصدقوا؟ شدة وتزول إن شاء الله. تزول إزاي بس بعد ما اتصلت 3 سنين؟ يا سيدي هنستأنف وهبرأك منها. وأنت مش قلت لي إن أنا معليش حاجة؟ من الوحيد اللي يقدر يرفع دعوة زنا هو جوزها وهو مات. أنت ما اتسجنتش في زنا، أنت اتسجنت في قتل خطأ. ودي برضه هبرأك منها، هنثبت إن ده دفاع عن النفس. ما أثبتنيش ليه الكلام ده المرة اللي فاتت؟ شهادة عيسى الفقي هي اللي لخبطت لي كل حساباتي. ما كنتش اتصور انه ممكن يرفض 500,000 جنيه عشان يغير كلمتين في المحكمه مع انه مش لاقي ياكل. قلت لك سيبني عليه وانت اللي وحشتني. كان زماني دلوقتي ماشي في جنازته بدل ما هو ماشي في سجني. اهدى يا نعيم. لما عزيز يقول لك هتخرج براءه يبقى هتخرج براءه.
اخرج بقى ما اخرجش، عيسى الفي عنده فاتوره ليا لازم يدفعها، مش هسيبه يتهنى بيوم واحد بره السجن وانا مسجون هنا. يا نعيم انا قلت لك مليون مره احنا مش ناقصين مشاكل. عاوزني ازاي اسيبه يعني بعد ما بلغ ناصر ان انا ماشي مع مراته؟ راح شهد ضدي في المحكمه والنيابه. مش هو اللي بلغ ناصر بموضوع نسمه؟ نسمه اللي قالت في التحقيقات ان ناصر شك فيكوا لما لقى في دولابها الذهب اللي انت جبته لها، ومن ساعتها بقى يراقبكوا. انا عرفت ان انت سبت البيت، يمكن تهدوا شوي. هو انت ازاي مش قادره تحسي بالصدمه اللي احنا فيها؟ نصحى من النوم نلاقي امنا اتجوزت من غير ما نعرف. وديك عرفت. بصي انا فكرت في كلامك، شفت ان انت عندك حق في معظم اللي بتقوليه. انت كمان ما اتجوزتيش حد قليل، حد كويس وكمان نعرفه، وممكن ان شاء الله كده مع الوقت نعلن جوازاتكم للناس. لو تحبي يجي يقعد معانا في البيت يبقى افضل. يقعد معانا في البيت ليه؟ المفروض ست تقعد في بيت جوزها. عشان يا ماما ما نسيبش رانيا لوحدها. ده على اساس بقى ان انت ناوي تتجوز وتسيب البيت مش كده؟ زي ما انت اتجوزت هي واحده بواحده يا ياسر. وانت ناوي تتجوز مين؟ انت عارف برضو ساره. انا ما عنديش في حياتي عروسه غير ساره. طب ما تقول كده من الاول، انت جاي تساومني بقى تعترف بجوازي عشان اوافق على جوازك من البت دي. سبحان الله، انت اتجوزت الشخص اللي انت بتحبيه، مش عايزاني انا اتجوز البنت اللي بحبها. ولو ما وافقتش؟ بصراحه مش عايز اعمل زيك اتجوز من وراكي او من غير ما اخد اذنك. بتهددني يا ياسر؟ بالعكس، انا نفسي تحاولي تحسي بيا زي ما انا بحاول احس بيكي في الموقف اللي انت فيه. نرجع لبعض وهرجع لك نص الماجستير اللي انا خدته منك بحكم المحكمه. مش هينفع يا وسيم، عشان في حاجات كتير قوي بينا اتكسرت، احنا نفسنا اتغيرنا. ما انا هرجع لك نص الماجستير. انت خدت مني حاجات كتير قوي مش هينفع ترجعها لي. خدت مني حب الناس وثقتهم فيا، سرقت مني فرحتي بشغلي ونجاحي وشهرتي اللي ما كنتش تخيل انها تجي بالسرعه دي. انا ما كنتش متخيل انها تاخدك مني كده. انا عارفه ان انا كنت غلطان، عشان كده بطلت اخد الحبوب وقلت ان من حقك انك تكون اب زي ما انا كمان من حقي اني اكون ام. ولما عرفت اني حامل كنت طايره وكنت فرحانه، كنت جاية جري عشان أقول لك، رغم إني كنت متأكدة إن الحمل ده هيعطلني عن شغلي وعن نجاحي، بس كنت مبسوطة عشان خاطري يا وسيم، عشان خاطري تعالى نتطلق من غير مشاكل وأواضي. يعني خلي في حاجة ما بيننا كويسة نفتكرها لبعض. أنا أكلم المأذون وهبلغك. مبروك، عرفت انك اشتكيت من النهارده لمدير الاوتيل. انا ما اشتكيتش حد، انا عرضت عليه الفواتير المشبوهه اللي اتقدمت لي واللي طلب مني ان انا اعتمدها. انا مديرك المباشر، وكان المفروض لو لقيت فواتير زي دي تعرضها عليا انا الاول. طب ما انا قلت لك وانت ما صدقتنيش، او يمكن ما كنتش عايز تصدقني. وبعدين انت لو شايفها فواتير مظبوطه كنت اعتمدتها انت. بس ده شغلك انت، انت بتعتمدها وانا بمضي وراك. وانا ما قدرتش اتحمل المسؤوليه دي. انت فاكر انك كده حليت المشكله؟ المدير بقى هو اللي حلها مش انا. يومين ثلاثة بالكتير،
وهتعرف انك عكيت الدنيا، بس عكيتها على دماغك انت لوحدك مش على دماغنا احنا. عيسى؟ خايفة تردي طبعا عشان انتي قاعدة معايا. لا مش هرد عليه عشان ما بقاش في حاجة اقولها له. اوكي. عرفت ان هو كان هنا قريب. صحيح. جه عشان يشهد في المحكمة ضد نعيم. اتقابلته؟ نص ساعة تقريبا. طيب. عارف بقى ان انا اتقدمت لك؟ لسه. خايفة منه؟ قلت لك قبل كده ما تخافيش طول ما انا معاكي. بس انت لسه ما بقتش معايا. انا عارف ان ماما اتأخرت شوية في الرد. مكسوف تقول انها رفضاني؟ لا مش بالظبط، بس تقدري تقولي ان هي اتفاجئت. كمل. اتفاجئت ازاي انت عايز تتجوز واحدة زيي؟ على فكرة معذورة وعندها حق. عشان هي لسه ما حبتكيش زيي. طيب بس انا امي بدات تفهم ان اهلك مش موافقين. طيب انت فاهمها ان هي مستنيت وقت مش اكتر، وبعدين مش كل اهلي مش موافقين. رانيا اختي معايا جدا وعماله بتضغط معايا الماما عشان تقتنع. رانيا؟ ايوه رانيا، دي مستغربه. رانيا اكتر واحده في العالم يهمها ان احنا اتنين نتجوز. عشان عيسى يفضلها لوحدها؟ ايه هو الموضوع لسه فارق معاكي؟ لا مش فكرة كده، أنا بس ما مستغرباك يعني إزاي مش فارق معاك حاجة زي دي؟ لا مش معنى إني عارف يبقى أنا موافق. طبيعي الواحد بيقابل حاجات في حياته كده يحاول ياخدها لمصلحته ويستغلها. يعني أنت بعد ما هنتجوز مش هتسيب عيسى يتجوز رانيا صح؟ على جثتي. ليه؟ ما رانيا نفس ظروفك وعيسى نفس ظروفي. أيوه يا سارة، بس الفرق كبير أوي أوي. أنا هشرف عيلتكم، وأكيد أنا مش داخل أتجوزك عشان طمعان فيكي. شايف إن عيسى طمعان في رانيا؟ أكيد هيلجأ لها بعد ما تسيبيه، وساعتها للأسف هلاقيني واقف قصاده. بس أنت طبعاً مش مفهم رانيا ده دلوقتي. مع الوقت هتعرف وهتفهم كل حاجة. أنا اتكلمت مع أبويا. من الآخر كده إحنا الاتنين رافضين الجوازة دي أصلا. بص هو شايف إن الطلاق مش حل، بالعكس. هو شايف إن أنتوا تبقوا مع بعض كده لفترة عشان تتأكدوا بنفسكوا إن العلاقة دي ما كانتش تنفع من الأول. شوف يا شريف، إحنا هنجيب المأذون ونكتب الكتاب. ونبقى ناخد كام صورة كده عشان نحطهم على الفيسبوك عشان كل الناس تعرف إنكوا اتجوزتوا. إمتى؟ أول ما تسلمني أصل الفيديو. ايه سكبت ليه؟ هسلمك اصل الفيديو يوم ما نكتب الكتاب عندكم في البيت. وانا ان شاء الله بقى اللي يضمن كلامك ده. والدك يضمني. هتصل بيه واخليه يضمني عندك. ومش هخرج من بيتكم غير والفيديو معاك. يعني ايه مش عايزه تقعدي معاه؟ انت عندك بيت تاني غير هنا؟ هأجر شقة قريبة من هنا. ليه بقى إن شاء الله؟ هو البيت هنا كان اشتكلنا منك؟ ما احنا طول عمرنا قاعدين فيه كلنا مع بعض ومكافين. يا ماما أنا مش هقدر أقعد مع وسيم في نفس البيت، ولا هقدر أقول له يمشي، شقته وعيادته هنا. خايفة تشوفيه بالصدفة؟ تحسي إنك لسه عايزاه؟ وإنك اتسرعتي إنك اتطلقتي منه؟ بلاش يا ماما والنبي الكلام ده، مشي. ماشي. هسكت. بس مش هسيبك خالص انك تقعدي في شقه لوحدك، وخصوصا في الظروف اللي انت فيها دي، وانت لسه ما فوقتيش من صدمه الطلاق. ماما. افندم. ياسر ومامته جم بره. ازاي؟ فجأة كده؟
لا مش فجأة يا ماما، ما انا قلت لك امبارح ان هما جايين النهارده. لا قلتي انك لسه هتأكدي على الميعاد. ما هو بعت لي رسالة على الموبايل يا ماما وانا ما خدتش بالي منها غير دلوقتي. انت متأكدة بقى انها جاية تطلب ايدك؟ ايوه طبعا. امال يعني جاية تقولي انها رافضة تخطبني لابنها؟ على فكره يا امي هم على قد حالهم، بس هم ناس كويسين جدا وربوا بنتهم كويس جدا على فكره. بنت مؤدبه وهاديه. نفسي اصدقك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اتفضل حضرتك. ماما كان نفسها تيجي من بدري، بس حضرتك عارفه ان كان عندنا شويه ظروف اللي منعانا. انت فاطمه ماما ساره كانت شايفه ان حضرتك لازم تيجي تحضري معانا الفتحه. والله الاصول بتقول كده. واحنا كمان بنفهم في الاصول. ياسر فاجئني بالموضوع، قال لي انه بيحب ساره واتمنى هي كمان تكون بتحبه. وعموما احنا عندنا فتره الخطوبه نتاكد من الكلام ده. ايوه طبعا يا ماما، بس دي حاجه انا متاكد منها اصلا يعني، ما تقلقيش. وانا شايف ان احنا ممكن نعمل على الاسبوع الجاي كده الخطوبه ونلبس دبل. هي ما ينفعش، صعبة قوي لان اختها لسه متطلقه بقالهاش كام يوم. ما قلتليش ليه يا ياسر؟ ايوه امي يعني ما جاش وقت يعني. خلاص ناجل الموضوع ده، مش وقته. الحقيقه انا كمان شايفه كده. لا ليه يا طنط؟ ليه؟ يعني ساره ذنبها ايه؟ انا شايف بالعكس ان احنا ممكن نعملها عائليه كده عدايه ونعملها عندنا في الفيلا. صح؟ ناخد راي اختها. أنا موافقة. مريم أختي. إزيك يا فندم؟ إزيك؟ والله يا مريم كتر خيرك، جيتي في الوقت المناسب. دلوقتي بقى نقدر نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. استر يا رب، فركش الخطوبه من عندك يا رب. مش معقول، اكيد اللي بيحصل ده مش صح ابدا. انا عارف، بس ايه اللي خلاني اشوف ياسر وامه هم طالعين لفاطمه؟ اللي جابك؟ شكرا يا عم على المقابله الحلوه دي. لا ما اقصدش يعني، انا قصدي اقول لك إيه، انت ما قلتش يعني انك جاي النهارده. وانا ما كنتش اعرف ان انا جاي، بس بصراحه الدنيا عكت قوي سفك. ازاي؟ عصابه وماسكه الحسابات بتاعت الاوتيل، لو كنت فضلت يومين اتنين كمان كانوا لبسوني قضيه. تقدر تقول كده ان انا نفدت بجلدي. الحمد لله انها جت على كده. قول لي اخبار ساره ايه؟ ساره كويس؟ عرفتش هي ليه ما كانتش بترد على تليفوناتي؟ فعلا انا لا ما عرفتش. لا ما عرفتش ازاي يعني؟ ما عرفش يا اخي. الله، وفي ايه؟ انت بتسالني انا؟ ابقى اسالها هي لما يمشوا. لما يمشوا؟ هم مين دول اللي يمشوا؟ هم مين دول ايه؟ وانا قلت لما يمشوا؟ قلت. انت ودانك اتسدت من تراب السفر. ليه وانا جاي على جمل؟ بقول لك ايه، انت هتاخد لك دش حلو كده على بال ما احضر لك العشاء. بابا ايه تاني؟ انت مخبي عني ومش عايز نعرفه. شرفت وغنيت. تسلمي. بعد اذنك يا طنط.
بكره اعدي على ساره واخدها عشان نجيب الشقه. ان شاء الله. ايه ده؟ عيسى الحمد لله على السلامة. أنت خدت أجازة من سفاجة ولسه راجع؟ وأنت بقى إيه اللي جايبك هنا؟ هو باباك ما قالكش. ده قابلنا وإحنا طالعين فقلت أكيد يعني هيقول لك. يقول لي إيه؟ بعدين، بعدين يا ابني نبقى نكمل كلامنا. وما نتكلمش دلوقتي ليه؟ لا ممكن نتكلم عادي. بارك لي بقى يا عيسى. عشان أنا كنت موجود النهاردة وبقرا فتحة سارة. أنت بتقول إيه؟ خالتي؟ الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ كل شيء اسمه نصيب يا ابني. نصيب إيه؟ سارة دي خطيبتي. أنت عارف إن سارة عمرها ما كانت خطيبتك. سارة؟ عيب بقى. تفتكر يعني ينفع تخش كده على خطيبتي وأنا واقف؟ أنت عايز مننا إيه؟ انت تاخد بعضك وما تشوفش وشك هنا تاني. يا ابني اللي خرجك دلوقتي بس تسال. اوعى انا سيبني. اسمع كلام باباك وخليك جنت. تفتكر يعني هسيبك تخش كده على خطيبتي؟ خلاص خلاص يا جماعه مش كده. في ايه؟ في ايه؟ قال لك يا عيسى خليك جنت المان. خلاص يا استاذ ياسر حضرتك اتفضل مع ماما تحت وانا ههدي. عن اذنكم. يلا. ليه؟ عشان الدنيا اللي حلفت تحرمنا من بعض. انهي دنيا؟ اللي عشنا طول عمرنا نحلم بيها؟ لا الدنيا التانية اللي ما ادتناش فرصة نحلم بأي حاجة. مش هنستنى حد يدينا الفرصة، احنا اللي هنعملها لنفسنا. مش ده كلامك من واحنا في ثانوي؟ كنت صغيرة ما كنتش فاهمة ان الفقر هيفضل لاوي دراعنا وكاتم على نفسنا وشايل ايدينا. وما عرفتيش ان احنا فقراء غير لما شفتي فلوس ياسر؟ من زمان قوي عايزة وانا بغرق وبعافر، بس خلاص ما بقتش قادرة افضل ماسكة في ايديك واغرقك معايا. وديك مسكتي في ايدي ياسر وفلوسه. لو كنت ناوي ابيعك بالفلوس كنت خدت المليون جنيه بتوع مها وبرضه رحت لياسر، او كنت وافقت عليه اول مره طلبني فيها. وايه اللي خلاك استنيتي لغايه دلوقتي؟ كان عندي امل استغنى عنه، كان عندي امل احنا الاثنين نلاقي شغل ونسدد ديوننا ونتجوز. كل مرة الدنيا كانت بتضربنا على دماغنا ضربة أقوى من اللي قبلها. حسيت فجأة إني مملكش أي حاجة في الدنيا غير حب ياسر لي. وحبي أنا. وفر واحدة تانية. تقدر ترحمك من الذل اللي شفناه سوا. عايزاني ابيع نفسي بالفلوس انا كمان؟ بالعكس بالعكس يا عيسى، انت كده هتشتريها. وليه اديتيني نص الدلايه وانا مسافر؟ عشان كان عندي امل استناك لما ترجع. وما قدرتيش تستني؟ يمكن مع الوقت تفهم اني عملت ده علشان احنا الاثنين. عملت ده عشانك انت لوحدك. عمرك ما ظلمتني وانا معاك يا عيسى. ما تظلمنيش وانت سايب. انت اللي سبتيني. محدش في الدنيا دي ظلمني قدك. انا مش هطلب انك تفضل تحبني. بس عشان خاطري. ما تكرهنيش. شو انها بتحسسيني لسه بتحبيني، عشان كده هتبقي خونتي وخونتيني.
مبروك. احنا لسه متجوزين امبارح وانت نازل الشغل النهارده. انت قلت لي ان من مصلحتك انك تتجوز ساره علشان عيسى يفضلي لوحدي. فاطمه نفسها ضد الجوازه دي اكتر منك. ده عملت لمصلحتنا. هيلاقي عندك اللي مش هيلاقيه عندها. احنا اتفقنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. انت لازم تبعدي عن الولد ده خالص. هو بيغير عليكي للدرجه دي؟ جات لي معلومات كده ان هو بياخد عمولات من ورايا. انت لسه حاطه ياسر في دماغك؟ مش يمكن بعد ما انت سبتها حست ان هي محتاجه لك؟ ما تخافش مني وانت بتفكر تيجي هنا. اصل انا عمله الاسود اللي عمره ما هينساه. هتعمل فيا ايه اكتر من اللي انت عملتيه فيا؟ عايزين نخلبيه زي ما خليتي بابنه. لو كلامك ده صح يبقى انا مش هتجوزه دلوقتي خالص. انت كده بتنتقم من نفسك وهتسيبيها تاخده منك؟ ما حسيتش قد ايه انا محتاج لك بعد ما بعدتي عنك.